تمكنت فصيلة الأبحاث بأم البواقي من تفكيك عصابة وطنية مختصة في تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول. تنشط عبر محور سطيف، قسنطينة، أم البواقي، باتنا وولاية بسا. التحقيق المعمق في القضية مكن من توقيف 7 أشخاص متورطين، حجز مبلغ مالي مزور يفوق 81 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز عائدات إجرامية فاقت 40 مليون سنتيم. كما مكنت عملية تفتيش المساكن من حجز عتاد متنوع يستعمل في تزوير العملة، بالإضافة إلى أنه سوف يتم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة عين مليلة.